السلام عليكم، اهلا بكم في قناتكم مروان هيستوري. مرحبا بالجميع، ما تنسوش تعطيونا لايك واشتراك القناة باش نستمر في نشر الجديد والمفيد. قصة اليوم من القصص الغامضة والمثيرة للجدل، قصة واحد القايد كبير كان في المغرب، كان تيدير واحد الافعال خبيثة، وتيقولوا بان هذا القايد هو اللي كان حاكم المغرب بعد السلطان مولاي عبد الحفيظ. فلا بتعرف الحقيقة، اجي نعاود لك الحكاية من البداية. هو القايد المدني القلاوي اللي كان الصدر الأعظم في المغرب، أي أنه كان هو الرئيس ديال الوزراء بالمفهوم ديالنا الحالي، أي كان هو الرئيس ديال الحكومة وكان فوق الوزراء وكان كل شيء يخاف منه، لدرجة أنه هو اللي كان حاكم المغرب بعد السلطان مولاي عبد الحفيظ. ونزيد أكثر أن هذا المدني القلاوي غادي يسجلوا عليه الفرنسيين واحد الفضيحة، واحد القصة غريبة اللي غادي نقول أنه واحد الكتاب ديال واحد الصحفي فرنسي سميته كريستيان وين. هاد الصحفي كان تيمشي عند السلطان مولاي عبد الحفيظ وكان تيزورو، واحد الفضيحة أخلاقية اللي كان تيديرها المدني القلاوي فأجن في كل لغز. مولاي عبد الحفيظ فاش كان تيبغي يخرج يأدب شي قبيلة أو لا كيبغي يدير واحد الحركة أو لا واحد المحلة، كان دائما كيدي معاه القيادة الكبار ديالو، كيدي معاه الحريم السلطان ديالو، أي كان تيدي معاه الزوجات ديالو اللي كانوا تيرافقوه في هاد المسيرة ديالو. ولكن القيادة الكبار ما كانوش تيديو معاهم العيالات ديالهم، كانوا تيمشيو بدون عيالات. هاد المحلة أو هاد الحركة السلطانية ما كانش تكون غير يومين وكيرجعوا، إنما كانت تستمر شي 3 شهور شهرين على حسب كل حركة قبيلة معينة. فكان القيادة الكبار كانوا كيتحرموا من الممارسة الجنسية مع الزوجات ديالهم وكيديروا تما أفعال خبيثة جدا، من بينهم المدني القلاوي اللي تشهرت عليه واحد الفضيحة خطيرة، أنه كان تيستغل النساء ديال الجنود ديالو، تيستغل العيالات وتيغتصبهم وكيمارس معهم الجنس، خاصة العيالات ديال العساكر ديالو، لأن المحلة السلطانية فيها القيادة الكبار، كل قايد عنده واحد الفرقة عسكرية كيتحكم فيها، فالمدني القلاوي تا هو عنده واحد الفرقة كان تيتحكم فيها وكانوا فيها جنود. بعض العيالات كانوا كيرافقوا السلطان مولاي عبد الحفيظ، كانوا كيرافقوا الحريم السلطاني، كانوا تيخدموا الزوجات ديال السلطان مولاي عبد الحفيظ. فكان المدني القلاوي كيستغل هاد العيالات. وتصور لنا كريستيان ويل واحد الفضيحة، أنه كانت عنده واحد الخيمة وسط ديك المحلة معروفة وبعيدة شوية على الخيمات الأخرين، وكانت يستغل النساء وأي مرأة كتجي عنده ديال العسكري ديالو، كانت ياخذها 3 أيام كتبقى معاه كيمارس معاه وتتمشي بحالها. ولكن العجيب والغريب في الأمر أن هذه المرأة ما كتقدرش تقول أن المدني القلاوي اغتصبني ومارس معايا بالقوة، لأنها كانت تخاف لا يفقد الراجل ديالها الخدمة ديالو ويفقد الأسرة ديالو، لأن المدني القلاوي كان قوي، كان واحد طاغية واحد المتجبر في المغرب، لدرجة أن تقولوا بأنه هو اللي حكم المغرب بعد المولى عبد الحفيظ. إذا هذا الشيء اللي كاين، أشنو بان لك أنت في هذه القصة الغريبة ديال هذا المجرم المدني القلاوي؟